كابتن حسين، ممكن نشوف صفقات تبادليه بين الاهلي والزمالك في العهد الجديد؟ لا خلينا نبقى منطقيين. صفقات تبادليه لانما العلاقات يعني من افضل ما يمكن بيننا وبين مجلس اداره النادي الاهلي، كلهم برضو يعني ناس متميزين وعلى صله وقرب مننا واحنا على صله وقرب منهم، انما في الاخر كل واحد عنده النادي بتاعه وبيشتغل لمصلحة النادي بتاعه ويهمه ان النادي بتاعه يبقى اعظم نادي في التاريخ، وبالتالي يبقى خلينا يعني بنحط النقاط على الحروف ان في الاخر انا يهمني النادي بتاعي، علاقتي بتبقى مع جميع المنافسين على اكمل وجه. هل حصل اي اتفاق جنتلمان اجريمنت ما بين المجلسي ادارتي الناديين ان ما يبقاش في مزايده على الصفقات او صراع الصفقات؟ ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي مع الانديه كلها عشان يبقى السقف بتاع اللعبات كلها مش كره القدم فقط يبقى شيء يعني منطقي، لان عدم وجود التعاون بين الانديه كلها بيخلي سقف التوقعات في المبالغ الماليه للعبات كلها عالي جدا. يعني انا فاكر كويس جدا من سنتين لما كنا موجودين كان مثلا الاخر سعر مثلا لو كان مليون النهارده بيبقى 5 أو 7 وارقام فلكيه وناس كانت بتدير بطريقه خاطئه وبتدي ارقام فلكيه جاست بس ان هم يعملوا زي ما يقولوا ايه فرقعه اعلاميه.